السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ اليوم يوم جديد من أيام الأسبوع، وسوف نتعرف على أشياء جميلة وجديدة، فهل أنتم مستعدون؟ وقبل أن نبدأ يا صغاري، هيا نتعرف على صديقنا. ما اسمك يا صديقي؟ أهلاً يا معلمتي، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أخبرني ما هو اسمك اليوم؟ اسمي زيد. أهلا يا زيد، اسم جميل جدا يا زيد. هل أنت مستعد لدرسنا اليوم؟ أجل يا معلمتي. ما رأيك أن نبدأ؟ حسنا. زيد، هل تعرف ماذا أحب؟ ماذا معلمتي؟ أحب السفر كثيرا. فيا صغاري، لقد سافرت إلى بعض البلدان، ولدي هناك صور كثيرة، وكل دولة لديها عادات وتقاليد مختلفة. هل تريد أن تعرف إلى أين سافرت؟ أجل أجل. وأنتم يا صغاري، هل تريدون أن تعرفون؟ إذن هيا لنشاهد. سافرت يا صغاري إلى اليابان، ومن عادات وتقاليد اليابان أن عند إلقاء التحية على بعضهم البعض يقوموا بالانحناء هكذا. انظر يا زيد، هل تستطيع الانحناء؟ أجل. هيا هكذا. وهذه من عادات وتقاليد دولة اليابان. ما أجملها، صورة مميزة. أحسنت يا زيد. والآن يا صغاري، سافرت أيضا إلى الهند، وهناك نساء كانوا يرتدن ملابس جميلة جدا وألوانها مختلفة، ويسمى ساري، وكان جميل جدا يا زيد. أجل، إنه جميل. وهنا سافرت إلى بريطانيا، وأيضا لديهم عادات وتقاليد، وهي شرب الشاي، ولكن يشربون الشاي في وقت الظهيرة فقط، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة. وهنا يا صغاري، نتعرف على عادات وتقاليد كل دولة، فهي تختلف عن بعضها البعض، وعلينا أن نحترمها ونفتخر بها. ألا تفتخر يا زيد بدولتنا الحبيبة قطر؟ أجل يا معلمتي، أفتخر وأعتز بثقافة القطرية. زيد، ما أجمل ابتسامتك وأنت تتحدث عن عادات وتقاليد دولتنا الحبيبة قطر. هل تعلم يا زيد أن في الابتسامة صدقة؟ كيف يا معلمتي؟ لا تعرف؟ يا صغاري، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الابتسامة صدقة. هيا لنردد هذا الحديث معا. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هيا يا زيد، ردد معي. وأنتم يا أصدقائي، رددوا معي. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحسنت أحسنت يا زيد، أحسنت يا صغيري. والآن يا زيد، لدي لك تجربة، هل تريد أن تتعرف عليها؟ بالطبع يا معلمتي. وأنتم يا صغاري، سنقوم الآن بعمل تجربة. فلدي هنا أشياء، هذه الأشياء أريد أن أعرف هل تسمح بمرور الضوء أم لا. وإذا سمحت بمرور الضوء يعتبر جسم شفاف. شفاف؟ نعم. أما إذا لم تسمح بمرور الضوء فهو جسم معتم. معتم. هل أنتم مستعدون؟ هيا هيا معلمتي. هيا يا زيد، لدي هنا كوب، وسأقوم بتسليط الضوء عليه. وأخبرني يا زيد، هل سمح بمرور الضوء أم لا؟ انظروا يا صغاري. معلمتي، يوجد ضوء. نعم، إذن هو جسم شفاف. شفاف. يسمح بمرور الضوء. أحسن. والآن يا صغيري، هيا لنشاهد الورقة، هل هو جسم شفاف أم جسم معتم؟ هيا. انظر يا صغاري، ماذا حدث؟ جسم معتم، أين هو الضوء؟ هل يوجد ضوء يا صغاري؟ هل نشاهد هنا ضوء؟ لا أرى شيء. أحسنت، إذن هو جسم ماذا؟ معتم. جسم معتم، أحسنت يا صغيري. والجسم المعتم هنا هو ماذا؟ الورقة. الورقة. والآن يا صغاري،
كم ورقة لدي؟ هيا لنقم بعدها. هل أنتم مستعدون؟ أجل. إذن هيا لنقم بعد الورق معا. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. انتظر. ستة. بعد الستة ماذا يأتي؟ سبعة. سبعة. أحسن. ثمانية. تسعة. تسعة. أحسنت. إذن هذا هو رقمنا، الرقم تسعة. تسعة. انظر يا أصدقائي، هذا هو الرقم تسعة. ما رأيكم يا أصدقائي أن نقوم بتمثيل الرقم تسعة بأصابع يدينا؟ هل أنت مستعد؟ أجل. إذن هيا. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. أحسنت. أحسنت يا صديقي، أحسنتم يا صغاري. والآن هيا لنتعلم طريقة كتابة الرقم تسعة بطريقة صحيحة. هل أنت مستعد يا زيد؟ أجل. هيا يا أصدقائي لنتعلم طريقة الكتابة. والآن يا صغاري نبدأ من نقطة الانطلاق ونقوم بعمل منحني من جهة اليسار، ثم نغلق الدائرة للوصول إلى نقطة الانطلاق مرة أخرى، ثم ننزل بالأسفل بشكل قوسي. هكذا هو الرقم تسعة. والآن بعد أن تعرفنا عن الرقم تسعة، زين لدي لك مفاجأة. ما هو؟ سأعرض عليك كلمة على السبورة وأخبرني ما هذه الكلمة. أيوة. وأنتم يا صغاري انظروا إلى هذه الكلمة. إنه اسمي. أحسنت. وما هو اسمك؟ اسمي زيد. اسمه زيد. وزيد يبدأ بأي حرف؟ حرفي حرف الزاي. أحسنت، حرف الزاي. وكما تعلمنا هذا الأسبوع، حرف الزاي هو صديقنا لهذا اليوم. والآن يا زيد، ما رأيك أن نقرأ كلمات تحتوي على حرف الزاي؟ هيا يا أصدقائي لنشاهد. هيا معلمتي. هيا بنا، هيا لنشاهد هذه الكلمات ونقرأها سويا. ويا زيد عليك أن تقرأ الكلمات جيدا. حسنا. إذن هيا لنبدأ. هذا هو حرف الزاي. لننظر إلى الكلمات الآن. ما هذه؟ غزال. أحسنتم، أحسنت يا زيد. غزال. أحسنت. وهنا يوجد حرف الزاي أين يا صغيري؟ في وسط الكلمة. أحسنت. وهذه؟ جزر. أحسنت. وهذه؟ زيتون. زيتون. أحسنت يا صغيري. والآن يا صغاري، كما تعلمنا بالسابق كيف نقوم بتحليل وتركيب الكلمات، فاليوم لدي كلمة مقطعة سنقوم بتركيبها، وكلمة أخرى سنقوم بتحليلها. فهل أنت مستعد يا صغيري؟ بالطبع. هيا يا زيد، هيا يا أصدقائي لنقوم بتركيب هذه الكلمة. انظر يا صغيري، ما هو أول حرف في هذه الكلمة؟ حرف الجيم، وعليها فتحة ويصبح صوتها ج. ثم يأتي حرف الزاي وأيضا عليها فتحة، وحرف الراء رن. فما هي هذه الكلمة؟ معلمتي عرفتها. هيا ساعدني. ج ج ز رن. أحسنت، إنها جزر. جزر. أحسنت. أنا أحب الجزر يا معلمتي. نعم، فهو طعام صحي من الخضروات. أحسنت يا صغيري. والآن يا صغاري، بعد أن قمنا بتركيب الكلمة، هيا الآن لنقوم بتحليل هذه الكلمة. هيا يا زيد لنقرأ هذه الكلمة، سوف أساعدك. غزال. زال. غزال. والآن هيا يا صغاري لنقوم بتحليلها. سيدخل الآن القطار. انظر يا صغيري، أول حرف سوف نضعه هو حرف غ. غ. سيكون بمفرده، لماذا؟ لأن عليه فتحة. هكذا غ غ.
والآن يا صغيري زال. انظر يا صغيري ماذا حدث؟ أصبح حرف الزاي مع الألف وأخيرا حرف اللام وعليها الضم فيبقى بمفرده غزال. غزال، أحسن، أحسنتم يا صغاري. وقد انتهى اليوم درسنا الجميل، أتمنى أن تكونوا استفدتم. ولكن زيد ذكرني ماذا تعلمنا اليوم؟ يا معلمتي اليوم تعلمت أشياء جميلة. وما هي؟ تعرفت اليوم على عادات وتقاليد شعوب العالم. نعم بالفعل، أحسن. وأيضا لاحظنا واستكشفنا الأجسام المعتمة. نعم. والأجسام الشفافة. أحسنت، أحسنت يا صغيري. وقمنا بتحليل وتركيب الكلمات. أحسنت. ويوجد رقم أيضا يا معلمتي. نعم. رقم 9. الرقم 9، أحسنت. وتعرفنا على حرفي حرف الزاي. نعم، إنه حرف جميل. أجل. وأيضا أوصانا الرسول بشيء جميل، يجب تذكرت أن نكون دائما مبتسمين. نعم، فالابتسامة صدقة. أحسنتم. أتمنى أن تكونوا استفدتم يا صغاري. أراكم مرة أخرى وإلى اللقاء. إلى اللقاء يا معلمتي. إلى اللقاء يا زايد. إلى اللقاء.